السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم كابتن ماس في حلقة سكيلات وكمان فيديو جديد من كن أسطورة السلسلة الأسطورية. رجعنا لها مرة ثانية ورجعنا البيس بالتحديد. فاليوم بنلعب لعبت مباراتين، فزت على بولندا 4-0، هذا خسرنا للأسف الشديد من جوا 1-0. فا أوكي عادي لان هاي مباراة توديه شو الفايدة منها، بس يعني لعبتها عشان اتعود على اللعبة مرة ثانية. بلعب ضد شيفيلد يونايتد، اول مباراة في الكاس عشان تكون مباراة سهلة. انا مباراة جاي ضد بازل في الشامبيونز ليج، اقصد دوري الابطال. وكنت بلعب ضد تشيلسي واخر مباراة بتكون توتنهام، يعني ديربيين وبعض. ف اوكي يلا ندخل. عندنا هاي المباراة اتوقع لازم اقعد بلبس الاخضر، بلبس الاخضر. فيلا ليتس جو. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم، كل شيء جاهز للمتابعة ممتعة. اوه يا الهي على هذه الاجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر اداء اللاعبين، اقدام اللاعبين، الاهداف، المتعب، المستوى العالي في مباراة اليوم. من مدينة ليفربول نتواجد اليوم نحن واياكم، واجواء لا يمكن وصفها يا جماعة. انظروا الى انفيلد واستمتعوا بالاجواء. لحظات قليلة مرة والتسديد. اوه تصدي غير عادي من حارس المرمى. مارك تسديدة من اول لمسة، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى. فييرو باميان يحاول ان يلعب كرة بينية حلوة. ستيفينو سدد وسجل الهدف الاول لمصلحة فريق الارسنال. الله عليك يا ستيفينو. يمد قدمه ويقطع الكرة. رامزي يلعب كرة بينية. فريق فريق على كرة على الهدف الثاني لمصلحة فريق الأرسنال. النتيجة تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في فرصة للتسديد. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه، يبحث عن زميله. كان عظيم ممتازه من الدفاع. اوباميان I
تمريره بالكعب من اوباميانغ ويسجل ستيفينو الهدف الثالث في هذه المباراة ويسجل الهاتريك. صراحة ما ادري ايش اقول وستيفي راح بالكاميرا فيلا وكذي انتهى الشوط الاول بهذه النتيجة 3-0. فارق مريح في الوقت الحالي الخطر الوحيد اللي يواجههم هو المبالغة في شعورهم بالرضا في احتفاظهم بالكرة وربما مطالبين بتركيز اكثر يكونوا على نفس العزيمة والاصرار بالكعب فصار الى الامام ماركوس يهرب في الجهة اليمنى لمن هذه الكرة يا ترى يحاول تمريرها من بين زين لفنا وزيد فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. سجل الهدف الله على هذه المهارة جميلة جدا الكرة الأخيرة بها للمنطقة الأمامية. خلص من ستيفي ماركوس أوزيل يلعب لستيفينو أوزيل كيميتش يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة لا يزال عندهم بعض المباريات لكن أظن اللاعبين المشجعين أيضا المدرب بالتأكيد تفكير كله في المباراة النهائية هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها كانت رائعة بكل تفاصيلها بإثارتها بروعتها بمتعتها ونحب أنها تستمر لوقت أطول الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ يلا Let's go ونرجع كمان فاز من الخسر فمانشستر سيتي فاز بصعوبة فاز 1-0 واتفورد فازوا كريستال بالاس فازوا ايفرتون فازوا 3-1 على ميلول وويست هام فازوا بيرنلي فازوا تشيلسي فازوا مان يونايتد فازوا وايضا توتنهام فازوا فأتوقع أن احنا تأهلنا لنلعب ضد كريستال بالاس ويعني إذا ممكن فزنا على كريستال بالاس نلعب ضد السيتي أوكي أوكي أنا لعبت هذه المباراة كانت رقم 50 في مسيرة ستيفينهو سجل منها 4 أهداف فحاليا يعني 50 مباراة سجلت منها 107 أهداف ف يا في الحلقة اللي طافت يعني وصلنا لهدف رقم 100 اصلا
بتاع المباراة ضد بيرنلي وبازل، بازل صح بازل. ف بنلعب دوري الأبطال كان لعب شوي تعبان أوكي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. اليوم مباراة كبيرة بأمال وأحلام كبيرة جدا، مباراة في بطولة العالم، بالتأكيد أنها لها أهميتها، وطبعا سيكون الفوز فيها أمر مهم جدا لتكون انطلاقة جيدة في يمر يلعب كرة بينية يلعب وتحقق اخيرا الهدف الذي كانت تحتاجه المباراة. يلا هدف لا يمكن ان تلوم فيه، يسيطر على الكرة فتبيل تسديدة خاطئة. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. يا الهي يا الله على هذه فزنا 1-0، بورتو فاز 1-0، التضييع تقريبا انتهينا الدور 16. يلا فعندنا الديربي ضد تشيلسي، فنحن انا اساسي يلا اتوقع النادي تحقيق الانتصارات حسب لا اعذار، فلننطلق ونحقق الفوز. اوكي ان شاء الله نفوز في هالمباراة، يعني بتكون صعبة اكيد، بتكون في ملعب الامارات وانا بكون مهاجم في خطة 4-2-3-1. يلا ليتس جو. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا، الضغط صعب، يوم رائع من اجل لعب كره قدم، كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. من هنا في ملعب الامارات شمال لندن، حيث معقل نادي ارسنال باجوائه الكبيره المعتاده بالتحفه المعماريه الرائعه لهذا النادي. ملعب جميل جدا بالنسبه لملعب الامارات. اوزيل تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. قصيرة لكن كانت تخلص عارف لبيدال، اللاعب يلعب لستيفينو لكن يبحث عن المهاجم، فرصة هجوم معاكس. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يلعب كرة بينية، هاي كرة بينية تسديدة. أوزيل الله على الكرة جميلة، يمر ويلعب ضميرك بيستجيب هالسجل هذا الهدف. الله عليك يستجيب. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. بهذه الوضعية بعد انطلاقة صافرة الحكم لنهاية الشوط الأول، قدموا أداء كبير، لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير
ماركوس يلعب كرة بينية. تلعب تلوزيلو زيلو اداني اياها مرة ثانية. الكرة الخطيرة. عادي تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. تحرك يا لها من فرصة خطيرة. ولا ترد عندما نقول هداف. وها هي صافرة نهاية المباراة. حقق الفوز بعد أداء رائع في كل الخطوط. يا إلهي يا الله على هذه المباراة. يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة رمزي لنا نفس التقييم لكن حط رمزي أفضل من هذه. ليفربول مانشستر سيتي يتعادلون، توتنهام يفوز على مانشستر يونايتد 3-0 و ما في شيء ثاني. فنحن نبقى في الصدارة، نحن في الصدارة مع توتنهام بعد مباراة اليوم ضد توتنهام. اوه ماي جاد. مع مباراة ثانية ديربي ثاني مضمنه ضد توتنهام. ف يلا ان شاء الله نفوز في هذا الديربي الثاني. تعرف ما يتوقع المشجعون مننا في مواجهة السنة المحلية. فلنخرج ونقدم لهم ما يريدون. اوكي ف يعني بلعب مباراة مع توتنهام. انا ابغى انتقم من هالنادي لانه واحد من الاندية اللي رفضت ماركوس ستيفن هو اني انضم لها. فيلا ليتس جو ان شاء الله فوز. مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع. يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواب. يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات. يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكان. يلعبها تألق على هذا الحارس على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. محمد النني. والتسديدة في الحاضر وانياما. صافرة الحكم تطلب وتعلن نهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا. قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين. قوة شخصية في هذا اللقاء وأيضا تألق كبير أمام المرمى. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. تسديدة تقريبا كان محظور في هذه اللقطة. الحارس رمزي نفس الهدف الأول. يمر ويلعب كرة بينية يسدد الكرة. تصدي رائع جدا من الحارس ماركوس. نعم سددها بشكل رائع لكنه واجه حارس متألق تمكن من إبعادها. My God, Stevie.
بالكعب وبعد كيف خلصها في الجول. واحد على واحد تسديده في اتجاه المرمى. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة بهذا الجهد الكبير، بهذه الروح العالية، بهذا الأداء المدهش. ستيفينو اكيد لعب كرة جبارة ما في شك. تشيلسي فازوا على ليفربول، اوكي، مانشستر يونايتد فازوا، مان سيتي فازوا. يلا الحين احنا في الصدارة مريحين. اقول لك بعد نحن خسرنا تشيلسي وتوتنهام وخليناهم يتراجعون بعد ستوك سيتي الخامس. الحين فوق ليفربول والسيتي واليونايتد. ما ادري ايش اللي صار. الدوري غريب هالسنة يعني. فسجلت الهدف رقم 110 من 10 مباريات، سجلت 27 هدف لحد الحين مع الأرسنال. يلا اتوقع هني يعني بخلص الفيديو. ناس ما لعب في وطني اكيد يعني بكون موجود. إلى أن وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى استمتعتوا. لا تنسوا لايك، سبسكرايب، كومنت، فيلم وتشير. كما معكم، مع السلامة.